أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. عد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن أمر إلقاء القبض على كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم هو قرار سياسي يظهر بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد، مؤكدا أن بغداد لن تتمكن من اعتقال كوسرت رسول أو غيره. وقال بارزاني في بيان: ليكن المسؤولون في بغداد أحرارا وليصدروا ما يشاءون من القرارات، لكن ليعلموا أيضا أنهم لا يتمكنوا من اعتقال المناضل كوسرت والمناضلين الآخرين وأنه ليس لهم ذلك. قال مسؤول كردي إن مجلسا مدنيا محليا سيكون مكلفا بعملية إعادة الإعمار وفرض الأمن في مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش، بعدما انطردتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقال عمر علوش وهو عضو بارز في المجلس إن هناك خطة طموحة للمدينة في إدارة الحياة اليومية وخدمة المواطنين الذين سيعودون إلى المنطقة. هدد الاتحاد الأوروبي بردود إضافية على كوريا الشمالية بعد تبنيه عقوبات جديدة بحق بيونغ يانغ بسبب تجاربها الصاروخية والنووية، بحسب ما جاء في نص بيان تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد. وبعيد التجربة النووية لكوريا الشمالية مطلع شهر أيلول سبتمبر الماضي، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية. ونصت الخلاصات على أن الاتحاد الأوروبي سيدرس مزيدا من الردود بالتشاور الوثيق مع شركائه، وسيواصل مساعيه لدى دول ثالثة لحظها على التطبيق الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. ذكرت دراسة حديثة أن هناك ارتفاعا كبيرا في التقارير التي تتحدث عن إيذاء النفس بين الفتيات في بريطانيا، موجهة أصابع الاتهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت الدراسة إلى أنه بين عامي 2011 و2014 ارتفعت حالات إيذاء النفس بين الفتيات في بريطانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عام بنسبة 68%. نشرت لعبة الفيسبوك تحدي 48 ساعة، والتي شاع تداولها في الفترة الأخيرة الذعر بين الآباء والأمهات في جميع أنحاء بريطانيا. وتقوم اللعبة على تشجيع الأطفال للاختفاء والبقاء في عداد المفقودين لمدة يومين متتاليين، وحثهم على قطع كل اتصال طيلة تلك المدة إلى أن يعودوا فجأة.